كمان من أخبارنا، الأجهزة الرقابية تبدأ في متابعة الأسواق لضبط أسعار السلع. أنا بس عايز أقول حاجة في هذه الجزء. الخبر بيقول إن الأجهزة الرقابية بتشدد على الأسواق وبتتابع وبتروح وبتيجي، والدنيا يعني الأجهزة الرقابية كمان التابعة لوزارة التموين شغالة على مدار الساعة. أنا بقول لو الأجهزة الرقابية شغالة على مدار الساعة والسوق بهذا الشكل، يبقى في مشكلة في الأجهزة الرقابية نفسها. ده اللي أنا عايز أقوله، مش أكتر من كده. مش عايز أتفلسف، مش عايز أقول كلام كبير، لكن عايز أقول إذا كان الأجهزة الرقابية شغالة على مدار الساعة وحال السوق كده، لا، أجهزة رقابية إيه؟ يبقى في مشكلة أصلا عند الأجهزة الرقابية. لو وزارة التموين مش قادرة تقول، لو الحكومة مش قادرة تقول لنا وتطلع للشعب تقول له أنا مش قادرة، أنا الأجهزة الرقابية اللي عندي ما بتعملش حاجة. لكن حضرتك النهاردة جاي بتقول الأجهزة الرقابية شغالة، وأنا بنزل السوق بنشوف مهازل، مش عارفين محدش عارف يشتري حاجة. يعني بتدخل السوبر ماركت ولا بتنزل السوق تلاقي أسعار غريبة وأسعار عجيبة. انت مش عارف الجبنة اللي كنت بتجيبها بكذا، طب تجيب ربع، طب تجيب تمن، طب تجيب أقل من تمن وتحطه كده في المطبخ تتفرج عليه. بقت حاجة غريبة جدا وحاجة عجيبة جدا. يعني تعال نشوف دكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادي. يا دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور فرج عبد الله. مع حضرتك دكتور فرج عبد الله، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتور. انا عايز اسال حضرتك، يعني هي الخبر بيتكلم عن ان الاجهزه الرقابيه وموجوده في السوق لمتابعه الاسعار وضبط السوق، هل حضرتك بتشوف اي ضبط للسوق ولا حال السوق يزداد سوء زي ما بنشوف؟ خلينا نقول انه اللي بيحصل في السوق دلوقتي هو نتيجه ل اضطراب في عدد من الأسواق اللي حصلت بره وانتقل عن طريق سعر الصرف، وبالتبعية المضاربة اللي حصلت في سوق الصرف دفعت بشكل أو بآخر إلى عدم توازن وعدم كفاءة في الأسواق، فبقينا نشوف السلع الواحدة في بعض الأسواق متاحة وفي بعض الأسواق الثانية مش موجودة. التسعير نفسه بقى يعني في نوع من المبالغه في بعض الاسواق، على الرغم انه السلع موجوده بكمياتها في السوق وتغطي الفترات بتاعتها كمخزون استراتيجي من 15 سلعه زي ما الاستاذه تفضلت في وفقا لتقرير الحكومه. وبالتالي ده يدفع بشكل او باخر الى انه من الضروري جدا تشديد الرقابه على الاسواق. هنا مش نعني بوجود تسعيرة جبرية أو ما يشابه ذلك، ولكن هو تحديد سعر عادي للبيع. يا دكتور يا دكتور دكتور، حضرتك شايف ان الاجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها او مهما كانت المسببات، سواء المضاربه في سعر الدولار اللي بقينا بنشوفه وكل واحد عامل فيها تاجر في الدولار والكلام ده كله، هل ده في الاخر، هل الاجهزه الرقابيه شايف حضرتك ان هي بتقوم بدورها؟ انا كمواطن النهارده بنزل بلاقي السلعه كل يوم بتزيد كل يوم بتزيد، يعني الناس تعمل يعني تلجأ لمين؟ اذا كان الحكومه النهارده، انا بروح للحكومه، انا بسال حضرتك، انا بروح للحكومه النهارده بتقول الاجهزه الرقابيه شغاله، وزاره التموين شغاله، الحكومه 100 فل و14، طب المشكله عند مين حضرتك؟ خلينا نتفق انه في ارتفاع في المستوى العام للاسعار محليا وعالميا، يعني دي قاعده اساسيه موجوده ما حدش يقدر ينكرها. ولكن الاضطراب اللي حصل في الاسواق بيختلف من مكان لمكان. يعني خلينا نقول ان احنا لو انا بشتري من العاصمه من مناطق حيويه هلاقي الاسعار منضبط. لو انا بشتري من اماكن مختلفه ما عليهاش رقابه بشكل كافي هلاقي ان الاسعار مبالغ فيها. اذا ان احنا نستنتج من اللي موجود انه من المهم جدا تشديد الرقابه، يعني ان كان في مجهود يبذل من الجهات الرقابيه فهو ده مجهود جيد، ولكن يحتاج ان هو يضاعف. تمام. يحتاج ان هو يصاغ بشكل او باخر. ويكون في دايره من التوسع في طبعا على الاسواق. عشان كده كان مهم جدا احنا اتكلمنا بهذه النقاط من السنه فاتت، اللي هو رقمنه الاسواق، انه يكون في عندي شبكه كبيره بتضم الاسواق دي، بتعرف المخزون فين في المحال التجاريه، وبتعرف مين بيقدر يبيع بقد ايه ومين بيقدر يبالغ في الاسعار. وبالتالي من المهم جدا استخدام التكنولوجيا الحديثه وخصوصا موضوع الفاتوره الالكترونيه في تحديد الاسعار، لانه ساعتها هيبقى كل مكشوف على قاعدة بيانات واحدة. تمام. واللي بيبيع بأسعار مبالغ فيها تكون باينة. تمام. واللي بيبيع بأسعار عادلة هتكون باينة. أنا بشكرك جدا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، يعني
مش عارف اقول ايه، لكن عايز اقول ان الكلام حلو يعني، ممكن اتكلم من هنا للصبح يعني، لكن انا في الاخر خالص المواطن معني لما بينزل السوق يعني ايه الاخبار، هل في رقابة فعلا ولا في ايه، هل المشكلة عند الراجل صاحب السوبر ماركت ولا المشكلة عند اللي أكبر منه، ولا أكبر منه برضو عنده مشكلة، واللي أكبر منه التاني عندي. بالمناسبة أنا عاذر جدا المنتج وعاذر جدا صاحب المصنع وعاذر جدا بعض التجار، بس القصة أكيد ليها حل، أكيد لي أكيد في سبب من أسباب. الناس اللي بتعمل مضاربات للدولار والدولار بيرتفع كل يوم بهذا الشكل في السوق السوداء، لابد أن يبقى في مشكله يعني، بيبقى في حل للقصه دي، لان احنا لو كل يوم علي وانا علي علي وانا علي، طب هنجيب منين بعد كده؟ هتبقى السلعه قدامي موجوده لكن فعلا انا مش هقدر اشتريها. وفي حاجات الناس مش هتقدر انها تستنى يعني، احنا بنتكلم في الفاتوره الالكترونيه وفي رقمنه الاسواق وفي حلول وفي الرقابه. طيب الناس اللي نازل النهارده رايح السوبر ماركت عشان يشتري لنفسه حاجه، وراح بعد يومين لقى انها زايده مثلا في الحاجه الواحده دي 5 جنيه و10 جنيه، وقيسوا على كده كل كام يوم الناس تلاقي كده، فباخد الحاجه واسيبها وراح حاططها على الرف تاني مكانها وماشي. ودي من الحاجات الاساسيه يعني، الناس مش هتبطل تاكل جبنه ولا تشرب لبن ولا تجيب لها كيس رز ولا يعني. طب الناس هتعمل ايه؟ انا محتاج حلول يعني. اي واحد هيتكلم وهتسأله دلوقتي بيقولك ايوه انا اعمل ايه، انا النهارده عاوز اشتري لعيالي ولا لبيتي كذا، كل الحلول دي جميله، ايوه انا النهارده هاكل ايه واشرب ايه.